لنعرف اكثر مع يحيى خليل. يحيى اهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوزيف، انا اشتقت لك اكثر عن جد، يعني صرنا زمان. رمضان كريم وشعنين مبارك لبكره كمان. كثير حلو لك، قد ايه حلو لبنان، قد ايه حلو المناسبات مع بعضها، وكل كلها مجموعه مجموعه وعم بتعيد. هيدي هيدا لبنان، عقبال المسؤولين عن هالبلد يكونوا عم يعملوا هيك مع الشعب. يعني هذه شو بدنا نحكي، شو بدنا هنا ماشي حالهم عم ياخذوا عزايم مع بعض 100% بيلبوا العزايم سوا، بس علينا نحن. علينا نحن مزبوط. سلوليت اذا بدنا نحكي عنه، اول شيء هو موجود اكثر عند النساء او عند الرجال؟ هو اكثر عند النساء. نعم. شو السبب؟ السبب انه النساء اللي بيتعرضوا للسلوليت، نعم، اول شيء بيكونوا بيقطعوا عمر اللي بيفوتوا فيه بالمينوبوز. نعم. هيدا اكثر عمر بيتعرضوا. هلا في ناس من هن وصغار ببلش عندهم سلولايت، ببلشوا يشوفون. نعم. لانه بيكون عندهم جينيتكس وراثي. اوكي. في ناس من قلة الرياضة، في ناس من التغذية الغلط. هول العوامل اللي أكتر شيء، الفاكتورز اللي بتساعد إنه ينمى السلولايت. هلأ نحنا فينا نعمل له حد. نعم. قبل ما نعمل له حد، هل السلوليت، هل إذا ضعيف في المرأة ونصحت فجأة، أو إذا نصحة وضعفت فجأة كمان ممكن يسبب سلوليت؟ 100% ممكن، كتير إنه يسبب، ممكن من 60-70% إنه يبلش يعلى عندها. نعم. نسبة السلولايت. مين الرجال اللي عندهم سلوليت بأي حالات؟ حالات اللي بيكون عندهم بدانة كتير. نعم. يعني حالات الفخاد لما يعبوا كتير. نعم. لما يكبر الكرش كتير. نعم. هول الأسباب بيكون عنده كمان ديفيسيتي بالتستوستيرون، بيوطى عنده ليفل التستوستيرون، ببلش يجمع دهن. نعم. هيدا تراكمات الدهن جوزيف بتصير تزيد نسبة انه يصير في سلوليت، لانه. نعم. هلا بنحكي ليه، لا تسالني برجع. نعم. لا شكل السلوليت، هل هو هودي الزياح اللي نشوفهم تشققات، او بيجي اوقات كتل دهنيه؟ يعني هن كتل دهنيه مع تشققات. نعم. بيجوا الاثنين، بينما الستريتش ماركس هول السكن بتكون عم تشد، يعني بيكون حدا عامل سليف مثلا. نعم. ضعف كتير، صار عنده ترهل، صار في ستريتش ماركس. نعم. بينما السلوليت هن كتل دهنية. نعم. عم تجمع بأماكن مثل البطن، مثل اللوف هاندلز، مثل الفخاد، مثل الإيدين، عم يتجمع فيهم هالدهن، ما عم يوصل له إناف أكسجين. نعم. عم يعمل هيدي التشات. طيب وقت نحكي إنه أنواع سلوليت، شو يعني؟ أنواع سلوليت يعني في سلولايت مبلش على البداية. نعم. في سلولايت خلص بنسميه مثل الستبرن، خلص صار كتير مجمد ومعلق، هيدا بصير كتير صعب انه نروحه. اوكي. بالقصص اللي بنعملها بريفنشن نحن. نعم. يعني بصير بده وقت كتير وعلاجاته بتتطلب وقت اطول. نعم. طيب بالفحص وباللمس يعني ببين اذا سلوليت، اذا جامد يعني هيدا قديم، اذا رخو يعني هيدا؟ هلا بالفحص ببين. نعم. وبالشكل. نعم. يعني فيجوال بقدر اعرف انا انه عندنا سلولايت. اوكي فاين، بدنا نعمل بروتوكول، بدنا نعمل بلان لنخففه. اكثر الاماكن اللي بتجمع فيها السلوليت عند النساء فخاد. نعم. وايدين. نعم. ايدين يعني اندر ارمز، اندر ارمز يعني وتايز وسايدز، يعني. نعم. الهانشات. نعم. مع الفخاد كتير بجمع فيهم. بطن. البطن بجمع، بس. نعم. هول اكثر اماكن بيتجمع فيهم البطن، فيه سلولايت. نعم. بس موست بروبابلي عم بيكون المشاكل بالاجرين. نعم. بالفخاد وبالايدين. نفس الشيء عند الرجال، هودي المطارح الرجال. ليك الرجال اكثر شيء ايام بنلاقيه بالبطن. نعم. بال اكثر مطرح معرض، لانه معرض يعني لانه ينصح. نعم. ومن وراء الاكل والفاست فود وهالقصص. نعم. معرض. وتنحكي ستريتش مارك، وهلا رح نحكي على العلاجات اللي انتم بتعتمدوها، هل ممكن نخلص منهم ويبطلوا مبينين او لا بيروح سلوليت بس بيضلوا؟ جوزيف ليك بالسوق في ماركتينج انه بيروحوا 100%، ما في هيدا الشيء. في نقدر نتخلص منهم 60-70%. نعم. بس بيكون افضل ما انه يكونوا موجودين. نعم. يعني انا اذا بخلصك من شغلي 60-70% كتير منيح. شو يعني 60-70%؟ يعني بتخف، بخفوا بس ما بيروحوا، بخف السلوليت بس التشققات بتضلها موجوده، بتضلها شوي مبينه، بتضلها شوي. هلا لما يعملوا برونزاج وما هيك بتبين اقل، ما نحن بدنا نساعدهم انه يخفوا قدر الامكان. نعم. طب اذا ما نحكي عن اول طرق العلاج اللي هي الغذاء. اوكي. عفوا، الغذاء وتنوحك نوعيه الاكل هي وحده كفيله تخفف السلوليت؟ في 30% انه تبلش توقف انه يزيد. نعم. وتوقف انه يجرب يخف. نعم. الطريقه انه اول شيء بده يكون في شرب مي كتير، اكثر من لترين، وكمان قله شرب المي بتساعد. نعم. لانه انت بدك اكسجين وبدك فلو، بلاد فلو تتساعد انه يبطل فيه سلولايت. الغذاء مثل الفيتامين اي. نعم. كتير بيساعد.
عندك مثل كل شيء بامكن افوكا روناتس القصص اللي بقلبها قصص بتساعد انه يصير في اكثر بلاد فلو اوكسجين. اوكي يعني فاذا اذا بدنا نعتمد بدنا نعتمد على القصص اللي فيها فيتامين اي. الفيتامين اي يعني هو كثير يعني مساعد. المكسرات النية عم تحكي انت 100% مكسرات نعم. النية نعم الافوكا البامبكن بالعربي يعني اللقطين اليقطين اللقطين او القرع او القرع 100% هول التغذية اللي بقدمهم كثير انتيك اوف فيتامين اي بتساعد انه يخفف السلولات. طب هل انجكشن فيتامين اي ممكن يساعد باماكن السلولات؟ اكيد في 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 انجكشنز هن امينو اسيدز اسيد امينه هو جسمنا بيفرزهم. نعم هول الانجكشن بيجوا مثل انجكشن صغار اندر سكين بتساعد انه تضخ اكثر اكسجين ودم على البليسز اللي فيها تشققات اللي بيجوا من السلولايت بتبلش انه تخففهم بهيدي الطريقه. نعم الغذاء اليومي اكيد بده يترافق مع تمارين رياضيه معينه ليتخلصوا من نسبه اكبر من 30 بيوصل لل 70 مثل ما عم تقول. مزبوط. شو هو التمارين؟ هل كل التمارين وكل الرياضه بتساعد ام في تمارين خاصه؟ كل الرياضه جوزيف بتساعد بس نعم. في اكثر رياضه الكارديو. نعم رياضه الكارديو اللي هي بتمشي الدوره الدمويه اكثر. صحيح الكارديو ما ضروري يكون بس على التريدميل. نعم. ممكن يكون عم يلعب فوتبول ممكن باسكتبول ممكن قصص تنس سكواش قصص اللي بتحرك الدورة الدموية بتساعد كتير انه تخفف السلولايت. طيب وقت نخفف تخفف السيد السلوليت يعني عم بيخف وزنه يعني عم بيروح كمان كمية من الشحوم هل ممكن يعمل ترهل مثلا جينا للفاز دو. نعم. الترهل مزبوط انت مثل بالون نفسته من الدهون اجباري تحس فيه شوية ترهل. الترهل كمان له عدة أنواع بالرياضة. نعم. وكنا عم نحكي إنه في قصص بتنعمل في انجكتبل أمينو أسيدز اللي هن لوسين فالين بينعملوا ليشد الجلد. نعم. مع الرياضة. أوكي. هيدي ما فهمتها كثير. أوكي. إيه. في الأمينو أسيدز عادة رح نعطي إكزامبل. نعم. مرة بتكون بريجننت. نعم. عملت ديليفري خلصت بريجننسي صار في عندها شوية ليزي سكين. أوكي. سو post of it اذا راحت عند درماتولوجيست او عند اخصائي بينعمل لها ابر لتشد الجلده لتساعدها. اوكي هول الابر بيجوا من الاحماض الامينيه. نعم. من الامينو اسيد. امينو اسيد ات ويل بي نوت اورال ات ويل بي انجكتبل اندر سكن بتساعد مع الرياضه انه تشد لها الجلده. بيقولوا اللحمه فيها امينو اسيد صح كثير بس انه اكثر يستفيد منها الانسان لازم ياخذها مع حامض. بيقولوا انه لازم تلتقي اللحمه مع الفيتامين سي مع الفيتامين سي بتصير اكثر. هي اللحمه شو بتتميز عن الدجاج والسمك مثلا؟ نعم. انه فيها اكثر كرياتين. أوكي. الكرياتين بيعوز الرياضه للتمرين بيعطيه. نعم. باور واللحمه مثل ما قالت جوزيف فيها احماض امينيه كثير. نعم. بتساعد يعني تعطيك باور بس اللحمه منا كمان علاج للسلولايت يعني اتس ديفرنت. نعم. بس هي شيء منيح انه بقلبها كثير احماض امينيه. نعم. طيب اذا بدنا نقول بعض الماكولات اللي بتحتوي على الاحماض الامينيه غير المكسرات واللحمه فيه وعندك اكيد عندك الدجاج. نعم. عندك السمك. نعم. عندك الحبوب كل شيء فاصوليا عندك بازيلا عندك العدس يعني كل شيء فيه بروتين كل شيء فيه بروتين ما هو ليك. نعم. الاحماض الامينيه هن بيلدينج بلوكس للبروتين. نعم. يعني لنفسرها اكثر كل ما نعمل مثلا 5 6 chain of amino acids. نعم. بيعملوا 1 building block of protein يعني كل 6 اسيد امينيه صغار بيعملوا بروتين موليكول. اوكي سو مشان هيك الاسيد. نعم. امينيه هو بيتفتت وبيفوت اسرع كمايكرو نوترينتس على العضلات. طب اذا بدنا نقول الست اجت قررت هلا بدها تروح السلوليت حسب هي باي مرحله. اوكي بين الغذاء وبين الرياضه قديش بدها وقت لتتخلص؟ 3 اشهر ل 6 اشهر. نعم تاخذ ريزلت 60% طلوع 60% 3 موا ا 6 موا بتاخذ نتيجه 60% طلوع بدها تترافق مع الحركات الرياضيه مع ليك شو بدها تترافق جوزيف مع الاكل. نعم. النظام الغذائي المضبوط. نعم. السبلمنتس ات كان بي انجكتبل او اورال. نعم. والرياضه هول اربع عوامل اذا التزمت فيهم 3 اشهر بضمن انه تلاقي نتيجه غير شكل. إذا ما نحكي بعض الحركات الرياضية المنزلية اللي بتعملها في كمان فيها تعمل كتير قصص مثل سكواتس. نعم. فيها تعمل قصص لللور بارت حسب وين تارجت السلولايت. نعم. باي ذا واي يعني إذا لتس سي هي عندها تارجت على البطن. نعم. بدها تحرك الأوبليكات الحركات المعدة إذا عندها يون بالفخاد
سكوات، قصص مثل انرتايز، حركات بالبيت يعني تحرك اجريها. نعم، انت وقت تكون عم تحكي كارديو يعني فيها كمان تستعمل الاثقال ولكن باوزان خفيفه حتى يصيروا كارديو 100% فيها. نعم. تعمل لايت ويت. نعم. والريبيتيشن تكون اعلى. أوكي. هون بتصير مثل كارديو لانه عم بيصير في ضخ دم اكثر. نعم. مش انتنسيتي عاليه يعني مثل اوزان ثقيله، هيدي ديفرنت كايند. اللي عنده على الترايسبس الست اللي عندها الاندر ارمز هون شو الرياضات فيها تعملها؟ فيها تعمل مثلا اكستنشن. نعم. بالدمبل حركات. نعم. الاكستنشن فيها تعمل اذا كانت بتجمل الكيبل بريس. نعم. بس اكيد هولي بعتقد بدهم حلقه كمان خاصه. نعم. اكيد بدها تعمل تارجت لانه العضله اسمها ترايسبس يعني ثلاثه. أوكي. ترايسبس يعني 3. سو الترايسبس لتصيب العضلات اللي فيها دهن اللي هي اكثر شيء اللونج هيد بنسميها العاليه العضله العاليه. نعم. لتصيبها بدها تعمل اكستنشن عالي يعني بدها تعمل حركات لتصيب العضلات الكبيره اللي فوق. ايوه في حركات معينه هي بدها حلقه جزائر. اكيد انا بدي اتشكرك يا يحيى حبيبي جزائر. يعني الموضوع بتصور الكل عم يسمعوا انترستينج. نحن حكينا بالابيزود يلا حلقه ثانيه بنحكي مواضيع ثانيه ان شاء الله. اكيد شكرا لك حبيبي. ثانك يو جوزيف.